بي سي كمان عندها سلسلة أعمال جديدة أعلنت عنهم من خلال إم بي سي جالا دينر اللي أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اللي إم بي سي أحد رعاته الرسميين. اليوم احنا بالجالا دينر لام بي سي، شو بتحب توجه كلمه لها؟ انا مبسوط اني اكون مع ام بي سي اليوم. ام بي سي من الرعاه الرسميين للمهرجان ودعمهم جدا واضح، وانا ممتن لهم ومبسوط اني اكون معهم الليله في هذا الحفل. والاجواء هالليله كانت مختلفه، فالكل اجتمع وكانه العيله وحده ببيتهم. ام بي سي استوديو بيتنا، يعني شركه الصدف هي واحده من شركات ام بي سي استوديو، وام بي سي استوديو الحقيقه حاضن كبير لكل الصناع في المملكه العربيه السعوديه وفي الوطن العربي. ام بي سي دائما تجيب لنا كل شيء حلو، كل تخطيط حلو، وانا عندي تفاؤل كبير جدا انه المستقبل واعد، ووجود شيء زي ام بي سي استوديو اكيد فرحه مهمه لنا كلنا. وجمع الحفل وجوه كثيره إلنا زمان ما قابلناهن، مثل العنود سعود اللي حضرت بفستان اسود بسيط تميز بهالكات بالمنطقه العليا. زمان ما شفتك، بتذكر اخر ما شفتك من قبل بالضبط قبل كورونا وقبل كل شيء، وهلا الحمد عم نتقابل هلا بجده وبمناسبه كثير حلوه وانت جاي خصيصا عليه. شو بتقولي لها؟ ابغى اقول لهم ان هم يعني احتضنوني في البداية، وشكرا على دعمهم لي المستمر، شكرا على تقديم الفرص طول الوقت. ام بي سي تعني لي الكثير صدق، يعني احس ما اقدر اخرج برا، احس دائما بالامان، خاصه انها عم تنتج اضخم المشاريع العربيه. وتم الكشف حصريا بهالليله عن بعض التريلرز لمجموعه كبيره من الاعمال، ابرزها مسلسل سفر برلك. شفنا التريلر قبل شوي لسفر برلك، روعه خيالي العمل. والله متفائلين كلنا، يعني هذا العمل اتوقع مو عشان جزء من انا جزء من العمل فيه، لكن اتوقع زي ما في الزير سالم وزي ما في عمر بن الخطاب وزي ما في المسلسلات التاريخ الكبير حيكون في مسلسل تاريخي اسمه سفر برلك. بالنسبه لي هذا العمل منتظر لفتره طويله، خصوصا الدور اللي لعبته دور جميل جدا، باذن الله انه هذا الدور بيعجب ناس كثير وحيعبر عن فئه كثيره. خبرنا شوي عن دورك، شيء بسيط. شاب في العشرينات متحمس جدا، عنده افكار معينه، دائما اهله ما هم ضده لكن خايفين عليه اكثر.